أو قبل أن نذكر الصفة التكوين، كيف كونت صفات السرور؟ كيف كونت صفات السرور؟ التربية والنشأة. فنشأوهم كما ذكر لي طبيب كان سروريا وتاب فكشف لي تنظيمهم، جزاء الله خير، الله يقبل توبته. فينشؤونه على مزيج متناقض يعيش معه. ما هو المزيج المتناقض؟ التنشئة هذه خليطين، كتب الفكر كسيد قطب، وكتب السنة كالسنة للإمام أحمد، وكتاب التوحيد والطحاوية. فتكون دعوتهم لتكون مع دعواتهم مزيج بين الإخوان وبين السلفية، هذه نشأتهم. فتارة كما ذكر لي الطبيب في حياته معهم قبل أن يتوب منهم، تارة يدرسوه كتاب التوحيد والطحاوية ويخلوه يروح المشايخ القصيم مثل ابن حزيم القصيم، الشيخ ابن باز في الرياض، ويلزموهم ويكدوا في الطلب معهم طلب العلم. وتارة أخرى في مجالس سرية يدرسونهم معالم على الطريق لسيد قطب حتى يتعلموا الفقه الحركي للخروج. فمن جهة يخدعون الناس بإيش؟ بالعلم، علم الحديث والتخريج، نعم، كالعلوان والسعد، وتارة بالفقه يخلون منهم من يصعد يصير دكتور بالجامعة ويسلطوا الأضواء عليه حتى ربما يرشح لمناصب تارة، ثم يخلون يحمل في باطنه الحقد على هذه الدولة والكذب عليها وأنها كافرة، ويذكرون له الشبه عند التنشئة عدة شبه، فيخرج لما خرج به أحد طلاب سلمان العودة الذي كان في فترة من فترات السوري يشرح بلغ المرام، لقني أحد طلابه في الحرم قال لقنت، يعني مع كوني أطلب العلم وتقفر في العلم إلى آخره وأدرس عند سلمان العودة أو إلى كما ذكر لي في الحرم المكي قبل سنين، قال لكني في نفس الوقت أحمل شبه أو أحمل أدلة على تكفير هذه الدولة. فقعدت معه الشبه الأولى الرد كيف كيف كيف، فرغت ذهبت من صدره ذهبت، الثانية الثالثة الرابعة فقام سليم القلب على هذه الدولة. أرأيت؟ فمن جانب يدرسونه ويقوونه في العلم، ومن جانب يلقنونه الفكر الذي به يكفر ويفجر ويخرج على هذا الأمر. فيكون نشأته السروري على دعاة السورية، تكون هذه نشأته، فيكون هذه صفتهم، يلقنون من معهم تارة على كتب العلم وتارة على تمجيد سيد قطب ليكون مزيجا. ولذلك لا يقبلون السورية أن تتكلم في سيد قطب، نعم، فكان يسميه سلمان عودة وهو رأس من رؤوس السورية في بعض مراحله، كان يسميه إمام من أئمة المسلمين كالإمام أحمد، سيد قطب إمام مثل أحمد مثل مالك، يقول هو أحد أئمة الدين، إمام من أئمة الدين، إمام للجنة ولا للنار. إذا في مذكراته كان يخطط يعلن تخطيط تفجير القناطر، وأنه كان يقولها قد ارتدت هذه الأمة بأسرها، وهذه المآذن ترونها مآذن معابد جاهلية، وأن موسى مثال الزعيم المندفع العصبي المزاج، وسب موسى والله قال يا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، وسورة الفجر عنده فيها طابع الموسيقى العسكرية الفجر وليال عشر، وهكذا تصورات رديئة مثل يصير إمام الفجر يقول فيها طابع الموسيقى العسكرية. هذا إمام يطعن في موسى عليه السلام، هذا إمام. طيب ليش يجعل مثل سلمان العودة الحركة وقتها وليظهر العلم؟ ليش؟ لأنه من طريق فكره يكون الباطن عندهم والتخطيط للخروج في المجالس السرية والتنظيمات السرورية.
إذن هي التنشئة اللي خرجت دعاة السرورية إلى أن يكون دعوتهم مزيج بين العناية بكتب السلف كتاب التوحيد يشرعونه ويجيبون مشايخ كبار في دورة يشتركون معهم ليطلعوا معهم إيه نعم ومن طريق الأسئلة كما تعلمون ليغروا الناس بأنفسهم وأنهم على طريقة هؤلاء العلماء اللي جون يشرحون عندهم بالمسجد دورات أو يقدم لهم شيخ عالم كبير سوري يخلي الشيخ الفوزاني يحاول يقدم له أو بن باز والشيخ علي بالظاهر نسأل الله العافية وهكذا فدعوتهم مزيج مسخ يعني هم مسخ كما قوي العهد للإخوان المسلمين مولود من رحم عفنة قد قص الحبل السري فخرج طفل ممسوخ هم السوري هؤلاء وجه المسخ أنه فيهم شبه اليهود وهي اليهود ظلوا على علم السروري وهو يقرأ وهو يبحث لا أشك أن بعض قادتهم عرف العلم وعرف أن الحق أن الحاكم لا يكفر لكن وجحدوا بها واستقتها أنفسهم فصاروا يسلكون إيش للكفر البواح ويستدلون بالعالم اللي كفر قال مدى المسألة علماء أنا أختار وأسهل كلام العالم الذي يحلو لي هو المكفر للحكم غير ما أنزل الله